المشاهدين السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المرصد الثقافي. ضيفي لهذه الحلقة قلمه يفتح ممرا بين الحياة والموت ليمرر لنا ضوءا أفقيا فلا نجد مناصا من متابعته والتحرق شوقا لأعماله. أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بالأديب الكبير الأستاذ وسيني الأعرج. أهلا وسهلا أستاذ وسيني. أهلا بك، أهلا بك، شكرا على الدعوة الكريمة. حبيبنا ببيروت أستاذ وسيني. إيه نعم. نحن بدنا نحكي، يلا ببلش ببيروت. طيب. علاقتك فيها؟ شوفي، أولا بيروت في الحقيقة كانت دائما حاضنة ثقافية للعرب، حاضنة ثقافية أولا كمدينة من حيث جمالها وموقعها، ولكن كانت حاضنة ديمقراطية مر عليها كل الكتاب والفنانين العرب المعروفين الذين نعرفهم اليوم، كل الكتاب اللي ممكن نتخيلهم، يعني كلهم لهم موقع قدم بهذه المدينة. فإذا حتى الكاتب لما يكون في بلده مش كويس، وضعه مش جيد، مثلا سواء في العراق أو في الجزائر أو في سوريا، هاي البلدان اللي كانت مضطربة، كان فيها اضطرابات، كان وين يفكر أنه يجي لبيروت أو يروح لباريس، طبعا إذا كان عنده مشكل اللغوي محلول إلى آخره، لكن نعم. بيروت حاضنة عربية حقيقية. أستاذ وسيني، كانت بيروت، يعني أنا نحن هلا ببيروت الاثنيناتنا متهمين، هيك عندنا تهمة مباشرة هي عشقها، بس بتحس إنه بيروت الستينات مثلا هي عبرت عن حقبة، عن جيل عمل تغيير، يعني الرواية هي متأخرة جاءت، لكن نعم. في ذاك الزمن كانت القصة القصيرة ناشطة، نعم. والشعر تحديدا ومجلة شعر، شوفي المجلات، المتغيرات تماماً. اللي صارت، شوفي المجلات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت في الستينات والسبعينات، نعم. حتى وسط الخمسينيات كمان، يعني المجلات اللي كانت موجودة، الدور اللي لعبته، تأخذ مجلة مثلا مثل مجلة شعر، كبار شعراء الشعر الجديد الحر أو الشعر الجديد، يعني هم كلهم مروا عبر هذه المجلة. كبار الكتاب العرب تتلمذوا في مجلة الآداب البيروتية، نعم، التي ما تزال يعني إلى اليوم، ولو أنه بصعوبات كثيرة إلى آخره، عم تطلع بصعوبات. نعم. ومشكور الدكتور سماح إدريس، سماح يبذل مجهود، نعم، وذهنية أنه يحولها إلى مجلة إلكترونية، بلكي توجد طريق أحسن وأفضل. على كل حال، بس في أجيال من القوميين، من المفكرين، من اليساريين، من كان في تشكيل سياسي، كلهم وبعدين قابلين بعضهم بعض على الرغم من الصعوبات، يعني القبول اللي كان موجود سابقا من ناحية الفكرة والسياسية الآن ما عاد موجود، بالعكس الآن صارت مسألة الإقصاءات السهلة والبسيطة، يعني أبسط شيء واحد يلغي اللي مقابله. طبعا طبعا طبعا، شيء يعني مرير. خلينا نحكي عن روايتك اللي هي راح طبعت في دار الآداب، اسمها مملكة الفراشة. نعم. هيك بعد وانا عم بتبع سيرتك لكثر اعمالك انه اخر شيء صرت تعبت كيف بدي لاحق، بس هاي الفراشه قديش لها اثر عند الاستاذ وسيني الاعرج؟ شوفي، اولا اذا تاخذي الكلمه ككلمه، يعني نعم، الفراشه كلمه هيك كثير رومانسيه. رومانسيه كثير. الفراشه هي الكائن الاكثر حساسيه، نعم، يعني هش. تعرفي كان في شاعر روسي يقول ارجوكم لا تهزوا الفراشة بعنف، ستسقطون عنها الألوان وستصبح أجنحتها مجرد كفن. هاي الكلمة هاي مبهرة، وبعدين ما أعطيتها قيمة، بس مع الزمن حقيقي. بتعرفي أن الفراشة ألوانها من الدقة والنسيج العميق، بس تهزها بعنف فعلا ألوانها بتسقط وتصير أجنحتها بيضاء وتموت. على سيرة جنح الفراشة، مظفر النواب من قصائده العامية كمان عنده هيك تشبيه على جنح الفراشة، يقول جنحك جفن فراشة، غض وحجرة جفني وما غمض، ما بين الحبيبة اللي جفنها مثل جنح الفراشة غض، وما بين الحبيبة المسهر اللي هو عبارة عن حجر. أنا كنت أحفظ محمد ورين. أها. كنت في سهرات عراقية مع أصدقائنا، كنا نحكي عن المدن، مثلا بيروت، نعم. ولا في ظل الجانب القمعي في بغداد، يعني فترة صدام حسين، نعم، كان كثير مثقفين يعني جو إلى هون وجو إلى، فكنا نغني هاي حمد والريل، والله الريل وحمد، الريل وحمد. ففي بكاء طبعا، في عويل، يعني مع أني أنا قبلها
ما كنت أعرف طبعا أعرف الشاعر يعني كثير، وبس أعرف فقط قصائده اللي مكتوبة باللغة العربية الفصحى. لكن بعدين لما سمعت هاي القصيدة مغنات، حتى في شباب عراقيين وقتها كان عندهم أصوات كثير جميلة. أي جميلة صح. كجواد الأسدي مثلا اللي هو بيروت يعني. المسرحي العملاق كان دائما ضيف عندنا بالبرنامج. الصديق العزيز يعني جدا. في هيك درامية يعني في صحيح مشهدية. نعم. فانت كتبت هلا عن اثر الفراشه. اذا كنا نحكي عن الفراشه. نعم بالعوده. نعم. يعني انا اتحدث على مملكه فيرتشوال يعني مش 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 مملكه حقيقيه. وهي قصه شابه حلومه. نعم. تحلم بان العالم بخير، وعن طريق الفيسبوك خيشه متفائله جدا، وتدخل في عن طريق الفيسبوك وتتعرف بشخص فنان هو عايش في اسبانيا، وتكون بيناتهم علاقه كثير جميله، كثير هيك لطيفة، وهو فنان منفي. فإذا نعيش حالة المنفى اللي هي حالة هشاشة. نعم. وهي تعيش حالتها كمان حالة بعد حرب أهلية. تعرف بعد الحرب الأهلية الناس يخافون من بعضهم بعض. طبيعي. فتصير العزلة هي الوسيلة الوحيدة. فهي تكون عايشة عزلة. بعدين المهم في القصة يعني نخلي القارئ أنه هو يكتشف الرواية. بس في الأخير تكتشف اكتشافات غريبة لما تلتقي بها الفنان وكذا، أن كل هاي الألوان كلها تسقط مرة واحدة وتحل محلها ما قاله الشاعر الروسي، يقول أن الألوان عندما تسقط تتحول الأجنحة إلى كفن، يعني لأنه تفجع بما لاحظته فيما بعد. ولكن قوتها هي أنه كانت قارئة محترفة تقرأ كتب كثيرا وتتأثر بها، فجأة تتذكر شخصية جيمس جويس يوليسيز. نعم. أو يوليس، شخصية أساسية في الرواية، وهذه شخصية رافضة للعالم. ففجأة وهي في حفل ياس اسمه ديداليوس، تقول طيب العالم بخير ما دام فيه يعني مثل هؤلاء الناس، وتروح داخل المدينة تلقى بصديق ويروحوا مع بعض يعني أنه تنفتح على أفق آخر. معناته الحياة في اللحظة التي تنغلق فيها تنفتح. نحن اللي نغلقها ونحن اللي نفتحها. ليش؟ يعني هاي الرواية فكرتها كتير حلوة، بس هيك رقم كم بحياتك؟ 10 20 30 40 خبرنا بالرواية. يعني هاي تقريبا 20. طيب إذا خدينا النصوص الأولى فهي تقريبا 20. هذا اللي أريد أسألك عنه. رواية رقم 20 نقول لشخص دخل معترك الحياة الثقافية والفكرية من يعني ما بدنا نعد سنين، أول امبارح طبعاً يا ستي من يعني 40 عام، قديش بتحس أنه كل ما بتقبل على هذه الرواية لتكتب عمل جديد وتقدم شيء جديد؟ خبرني عن الهاجس، خبرني عن القلق، عن الفكرة كيف بتولد عندك أستاذ وسيلي. بالنسبة للكاتب خليني نقول محترف أو شبه المحترف. نعم. بالنسبة للكتابة الإبداعية أنا أعتقد أن سؤاله المركزي الذي يطرح عليه في كل لحظة يواجه فيها الكمبيوتر أو الورقة البيضاء، ماذا سأضيف؟ لأنه إذا ما طرحت سؤال فهو يدخل في دوامة تكرار. وعلى فكرة في كثير روائيين عرب للأسف نمطية وتكرار نمطية ويقول لك أنا هاي مدرستي. لا خي، هاي مو مدرستك، أنت يجب أن تتجدد من نص إلى نص، بمعنى أنه لازم يكون في راسك في أفق انتظار بالنسبة للقارئ. القارئ الذي يتابعك قرأ رواية انبسط وأيدك وكتب والآخر، سواء أخرى. القارئ المحترف الناقد أو القارئ العادي هذا الذي يقرأ كل يوم، عندما ينتظر ويأخذ روايتك الجديدة شو راح يقوده نحو الرواية الجديدة؟ إذا ما في شيء جديد خلاص شوي بشوي يتركك ويروح عند غيرك. يعني أنت إذا علاقتك بالقارئ هو نوع من الوفاق الرمزي بينك وبين القارئ، وبينك وبين نفسك كذلك، هو أن تضيف شيئا جديدا وأن تبدع. فإذا ما كان رهانك الأساسي هو هذا، لكن كيف يقولوا لك مثلا أستاذ واسيني أنه اليوم خلينا ناخذ أمثلة أنه بس بدك البحر، خلينا في سياق الرواية العربية ما بدنا نحكي عن العالمية بمنطقتنا، لما يقولوا لك البحر حنا مينا. لا شوف هاي تيمات، انا يقولوا لك مثلا المعتقل او الصحراء دغري يجي على بالك عبد الرحمن منير. مفهوم. لما يقولوا لك القاهره الفاطميه انه صار في هيك مثل لا شوفي هذا موجود، هذا موجود، بس هذا بالنسبه للقارئ الكلاسيك القديم
اللي يعيش في نمط انا نجي نسمع محمد عبد الوهاب او نسمع فريد الاطرش انا داخل في ايقاعه في عالمه وهو يعطيني فيني اسمع دليده مثلا ما اسمع اما في العصر الذي نعيش فيه نحن كله متغيرات هو عصر معقد ومتشكل صحيح. تشكيل كبير فاذا صحيح انه قد تكون تيما نفسها عند حنا مينا هي البحر بس انا ساطلب من حنا مينا كقارئ انه في كل لحظه يهزني هزه غير الهزه الاولى معليش نشوف البحر معليش نشوف ادواته ونشوف البحر والبحار والجو العام والمشكلات الاجتماعيه والعلاقات الموجوده داخليا الى اخره معليش انا هذه اشوفها بس حسسني وانا اقرا باني في مواجهه روايه جديده اذا ما كان عندي هالاحساس فانا لن ادخل في تعرف هاي النقطه اللي حضرتك اشرت لها لو ردنا نطبقها على معايير الروائيين اللي موجودين يصير عندنا غربال بحس انه راح يوقع كثير ويضل معنا كم واحد فليكن. انا مرات بقول يضل كم واحد مفيدين احسن من كم يعني ما بعرف اذا لاي مدى توافقني الراي من كم سنه بلشت الروايه تانثت صار فيها انثى الروايه يعني عكس الشعر بتحس الساحه الشعريه بالاصوات الذكوريه يعني انه قد ما بدك بالنساء قليل بالروايه لا معكوسه الصوره نسبه النساء اللي بيكتبوا روايه يعني مش قليله بقى اجت صار هيك بالخليج فتره خذ لك هلقت يا خيي بالشعبي صندوق جنس ومكبوبه بهالروايه مشان هي تنمنع وتصير عندها شهره وكذا لا هي شوفي هي ظاهره موجوده وهي ظاهره عالميه وليست عربيه والله نجدها في كل مكان بس في العالم هي استثناء وليست قاعده عندنا في العالم العربي صارت تقريبا قاعده لانه مثلا اعطيك مثال فيه روائيه بلجيكيه نعم اسمها ايميلي نوتومب هاي الروائيه بلجيكيه فرنسيه شهرتها في فرنسا وليست في بلجيكا يعني بلجيكا يتمسخروا بها يعتبرها واحده مجنونه اما الموديل تبعها الطريقه مثلا اللي تجي بها بالتلفزيون مثلا انت عم تطرحي لها اسئله هي عم تطرحي اسئله وهي عم تشوف الديكور الموجود بعدين تقول لك يا اخي ليش اللمبه مكسوره وكانها لا تسمع لك بس هي تسمع ما تريد ترد بس لعبه يعني طبعا في المجال الاعلامي والفني فهي يحبوها الناس تسويق. يحبوها الناس يعني فموجود ولكن هذه كلها تشكل استثناءات انا في رايي نقول اترك الناس ينتجون اوكي فليكون حتى مثل ما تقولي الصندوق خلي الصندوق لانه هاي كلها عباره عن تعبيرات نعم ولها مبرر وجود حتى ولو كان هذا المبرر من وراء رغبه في الشهره بس في مبرر حقيقي في وضع نعم. اجتماعي تعيشه المراه وخلي ان التاريخ هو الذي يغرب او القارئ هو الذي يعرف ماذا سيحدث على سيره التاريخ خلينا نروح على التاريخ عندك انا لاحظت اهتمامك بالتاريخ حضرتك كتبت روايه بجزئين عن تاريخ الشرق نعم وعن تاثيرات الاستعمار في الذاكره العربيه طبعا ليه خبرنا شوفي اقول لك اولا فيه منطلق بالنسبه للروايه التاريخيه وان ثقتنا بالتاريخ تنعدم لانه انا انطلق من مقوله بسيطه اقول من يكتب التاريخ الذي يكتب التاريخ هو المنتصر اللي كتب تاريخ ثوره الجزائر هو المنتصر اللي كتب ثوره العراق هو المنتصر اللي كتب ثوره سوريا هو المنتصر اللي كتب ثوره المنطقه هو الذي انتصر هم الحلفاء في الحقيقه نعم. الذين كتبوا هذا نعم. التاريخ ونحن تتبعنا هذا التاريخ مثلا في التاريخ وجدت في 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 بعض الكتب التاريخيه لما نتكلم على لورانس دغابي او لورانس نعم. العرب نعم. احيانا يصير كبطل بينما هو كان عميل ومخبر للسلطات الانجليزيه ويقول ويقول ما غب الحقيقه صحيح هو الاساطير اللي نسجت عنه والاخبار اللي اجت بحياته رح نناقش هاي الفكره كثير حلوه لكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين فاصل قصير اعود اليكم أعزائي المشاهدين أرحب بكم مجددا مع ضيفي الروائي الأستاذ واسيني الأعرج أستاذ واسيني كنا نحكي بقى عن الأسطورة والتاريخ نكفي موضوعنا كنا نتحدث على لورانس دغابي نعم. يعني مثلا لورانس هذا حقيقي وساعد العرب وأسقطت تركيا إلى آخره وثورة 1918 طلعوا مخبين ما هو أدهى وأمر وهو كان 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 داخل فيه يعني اتفاقية نعم. سايكس بيكو اللي نعم. قسمت نعم. الوطن العربي فإذا أنا رواية رماد الشرق
هي في الحقيقة عودة إلى هذا التاريخ اللي عم نحكي عنه، لكن أتصور أنها عودة نقدية، ثم عودة يدخل فيها الكائن البشري كعنصر فاعل. يعني تعرفي في الرواية ليس مثل المؤرخ، المؤرخ يحكي وهو سلطان يعني على 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 كلامه. نعم. بينما التاريخ في الرواية يصنعه الأفراد، تصنعه اليوميات الصغيرة، والقارئ عندما يقرأك يجب أن يندمج في هذه اليوميات، هو يعرف التاريخ من حيث لا يدري يعني. حلو كثير. وتدخله في النمط التاريخي. نعم نعم. أستاذ وسيني، بدنا نحكي شوية عن المرأة. قال ما في واحد يمسك قلم ما بيجيب سيرة النسوان، أنا عم بجرب أسألها هيك بطريقة مهضومة، لأنه هيك تعرف المادة الثقافية بيقولوا عنها جافة، بنجرب بالبرنامج نعم. هيك نمزح نعم. شوية نعم. ونحكي نعم. بس يعني أعمالك يعني اللي هي الأخيرة ما اللي عن الفراشة وأيضا لوليتا وكمان أنثى السراب، القضية كلها نسوان، كلها نسوان. لك أنه في شيء أحلى من نسوان يعني؟ هذا هو بدنا نحكي عن دور المرأة في أدبك. شوفي أنا أقول لك دور المرأة مربوط بظرف تكويني أولا يعني. نعم. قبل أنا كبرت في مجتمع نسائي، كبرت الوالد استشهد في الثورة في 59 ترك فراغ، الوالدة جابت 3 بنات وبعدين صارت تجيب الأولاد، فالأوائل كلهم بنات. العائلة التقليدية في الجزائر الشعبية البسيطة تقريبا خالاتي وعماتي وكلها مكونات بنوتية، والذكور كانوا يروحوا يشتغلون، إما يروحوا على الغربة بفرنسا وأغلبهم راحوا على فرنسا يعني. فإذا هذا المجتمع غائب الرجل عن الحياة اليومية، مش موجود، وبالتالي في مجتمع نسوي. فأنا كبرت في حالة إنصات يومي لهذا المجتمع، وأحمل من الحساسية الأنثوية في داخلي ما لا أستطيع أن أصفه، لأنه عشت وكنت قريب منه. اترك الناس يسموه مثل ما بدون يعني، لكن أنت عندما تشوف في عين المرأة أو تحكي أو تتحدث أكثر حساسية بكل الموقف، تعرف صحيح. الحالة العميقة الموجودة فيها، أو على الأقل تكون قريب يعني مثلا من الحالة. إذن كل الكتابة التي ستأتي فيما بعد ستحمل بالضرورة هذه الصفة، ناهيك عن التكوين فيما بعد الثقافي وحقوق المرأة إلى آخره، بس أنا عرفت هذه المعاناة من الأول. عندما كتبت شرفة بحر الشمال أنا استرجعت أمي واسترجعت أختي واسترجعت أخواتي، هذا بالنسبة لي شكلوا لي موديل يعني للكتابة النسائية. بيكتب الأستاذ وسيني، بيكتب الإنسان، يقول لك كل إنسان ابن بيئته، هاي بالأطباع اللي يطبع فيها الإنسان من حيث العادات والتقاليد، يقول لك كل إنسان بيرجع بيكتب عن محيطه اللي يتكون فيه، وفي حدا بيجي بيكتب وهو مندهش بغرابة العوالم الخرافية والعوالم الأخرى. واسيني الأعرج مع حفظ الألقاب، من وين بيخلق عالم الرواية عندك؟ من وين يبلش؟ شوفي هو عالم الرواية يبلش من حياتك اليومية. نعم. بس حياتك اليومية هي خزان كمان، تشوف مثلا لقطة بشارع، هذا اللقطة اللي شفتها بالشارع فلاش أول. بتعيدك إلى 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 ماضي بعيد بعيد جدا. فإذا مثل هذه الصور غير مفصولة على حياة الفرد وغير مفصولة على تجربته الذاتية. طبعا أنا تجربتي الذاتية حاضرة فيما أكتب، ما فيك تطلع من ذواتك. لا لا لا، تجربتي الذاتية حاضرة، بس هاي التجربة الذاتية أنت تضعها ضمن سياق بحيث أنها تصير تجربة مشتركة، بمعنى أنه القارئ اللي يقرأك اللي يبذل جهد يشعر بأنه شيء يخصه موجود في هذه الرواية. وإلا أنت تخسر قارئك يعني. طبعاً. أنه علاقتك مع القارئ يقول خلاص عم يحكي على ذاته، شو دخلني أنا في هذه الذات يعني. هذه المحيط والبيئة دائما بيكون فيها أشخاص، هالأشخاص بيقودوا مرحلة ويطبعوا الفكر الإنسان بشخصية معينة. حضرتك يعني كونك أكيد شخصية الأمير عبد القادر الجزائري هي شخصية يعني كتير كبيرة، كتير مهمة، كتير مناضلة، كتير مشرفة. يعني الرجل بمكان هيك مع اللي صنعوا التاريخ وصنعوا الأحداث. صحيح. اخترت لتكتب عنه. هلا لو قلت لك اليوم بعد عبد القادر الجزائري عن مين بتكتب؟ انا بقول بدون تردد ساكتب عن امي بلا تردد يعني. ليش؟ انه اولا هذه الشخصيه الاميه البسيطه العاديه اللي ما تعلمت في اي مدرسه، تعلمت في مدرسه الحياه، هاي المراه اللي فقدت زوجها وعمرها اقل من 30 سنه في الثورة الوطنية، هذه المرأة اللي في راسها
رهان واحد ووحيد هو أنها تهتم بأبنائها تنتج الستة، عائلة حقيقية، عائلة فيها ثلاث بنات كبار وثلاث أولاد كانوا صغار. قبل ما يتوفى الوالد طلب منها وهو في السجن، طلب منها أنه قال ما أطلب منك شيء، أنت شابة وتزوجي وكذا واللي بدك إياه، بس علمي الأولاد. فكل حياتها حتى توفات الله يرحمها قبل سنتين ظلت وفية لهذا العهد، وكل ما تحكي تقول أهو أنا على الأقل قمت بدوري، أديت رسالة اللي كنت. فإذا مرة مثل هذه كل حياتها راحت من أجل أولادها، مش ممكن إلا تكون بطلة حياتية. وبعدين من هؤلاء الآلاف وربما ربما ربما أكثر، بس هادو مو أبطال مثل أمير عبد القادر اللي تحدث عنهم التاريخ، أوكي هذا شخصية كبيرة، لكن هؤلاء أبطال بس في حياتهم الشعبية اللي في عملوا طبيعي. نعم. بدنا هيك ونحن برحاب الأمير عبد القادر الجزائري. نعم. حيث دفن في دمشق. في دمشق. بدنا نفوت على طوق الياسمين اللي طوق عنق الأستاذ واسيني الأعرج بمحبة مدينة دمشق. صحيح. نحكي عن مرحلة دمشق شوي. شوف في هاي المرحلة أنا جيت لدمشق عمري، صار عندك التماعة على سيرة الشام. طبعا يا سلام عليك، يعني جيت عمري 23 سنة، طلعت منها تقريبا عمري أكثر من 30 سنة، يعني 10 سنوات بقيت بالشام. يعني الشام أنا بالنسبة لحياتي نسميها الجزء المفصلي. تخيلي واحد شاب جاي لبلد عربي ما بيعرفه، لو ترميني بأوروبا وبأمريكا أسهل إلي من الشام، ما بعرف العالم العربي كيف وفي سياق مفرنس مكون فرنسيا. طبعا أعرف العربية شوي بس مو مثل قصدي مش تكويني الجوهري عربي، تكويني الجوهري ما كان عربي. نعم. بسبب مدرسة الفرنسية يعني. هيك. أما تيجي للشام وتعيد بناء نفسك من جديد في عالم جميل تحب فيها وتعشق فيها وتحب الناس وتعرف على الكتاب وتكتب باللغة العربية وتنشر في هذه المدينة وكتبك تلقى رواج، يعني انت اللي كنت تظن بأنه أنا لما خديت أول مخطوطة لوزارة الثقافة كنت خجلان، يعني أنه ما تكون في المستوى، جاي من بلد تاني. وإذا بيقرني واحد اسمه أبو بحر إذا كان حي الله يطول في عمره، إذا توفى كان كبير يعني قبل شيء. نعم. 25 سنة و30 سنة الله يرحمه يعني إذا توفى. فهذا الرجل أول ما قرأ الرواية اسمها وقع من أوجاع رجل غمر صوب البحر، دعاني للوزارة، بعت لي قال أنا بدي أشوفك يعني. فرحت وإذا به وهو يحكي على الرواية وأنا مندهش، حتى كأني عندي انطباع كأنه يحكي على حدا ثاني. قل هاي الرواية كبير، مهم كان رأيه كثير كثير حلو كثير جميل. فإذا يكفي هذا التقبل يكفي والمحبة، شغلة مثل هيك لتحب هذه المدينة. لا أتكلم عن هذا التناغم والتجانس بين الناس، بين المسيحي والمسلم واليهودي والسني والشيعي والعلوي، ولا يوم لاحظت بصراحة أقولها، ولا يوم لاحظت بأن هناك صراع، ولو أنه قد يكون مدفونا أنا لا أدري، لكن في العلاقة بين الناس أنا لم أرى هذا. وبالتالي أنا في الحقيقة نوع من الوفاء لهذه المدينة اللي كبرت فيها واللي عطتني الشيء الكثير وتعلمت فيها وتحصلت فيها على شهادة ماجستير ودكتوراه. هذه المدينة فقط لأجل هذا أنا حزين فعلا لما يحدث فيها، وحزين جدا جدا لأنه مصائر مثل هذه المدن العظيمة ليست هذه يعني. ما هذا أنا شكلها أنا أنا ما أنا هذا المترجى أنا أن تنتهي هكذا. أنا تذكرني غريب لكن هذا يحتاج إلى تعميق. تذكرني بأثينا، قد يبدو الأمر بعيد، شوفي أثينا التي كانت منبر للحياة ومنبر للثقافة ومنبر للعلوم، نهوها. بعدين نهوها ودمروها وأنشأوا مكانها بدائل لم تستقم أبدا. إلى اليوم ما تزال أثينا هي المرجع الثقافي الإنساني الكبير الفكري اللي بيوحد. نعم. يحفي على. نعم. الحضارة. نعم. وعلى. نعم. المسرح وعلى مزبوط. نعم. أستاذ واسيني، بفكر كل كاتب هيك يكتب سيرته الذاتية بكل أعمالك. نعم. قديش مريت على سيرتك الذاتية غير أنه التأثر بالعائلة أو لا 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 في طبعا مثلا كنا نحكي على طوق الياسمين. طوق الياسمين فيها الكثير من تجربتي الشخصية، من تجربة الحب الحياة في في
في الشام واصطدمت بالعلاقات الدينية الموجودة، ولو أنها هي مش ظاهرة لكن موجودة. مثلا مجتمع محافظ يعني، لا مش لا في مشكل. مثلا تعرف المسيحيين يتزوجوا مع المسيحيين والمسلمين يتزوجوا مع المسيحيين، يجي واحد مثل حالتي مثلا يحب واحدة مسيحية. أنا بالحقيقة مش مسألة دينية يعني، ما عنديش مشكل دين طبعاً. مسألة إنسانية، بس تصطدم مثلا بالعائلة المسيحية، وربما قد يكون العكس صحيح يعني. نعم. لكن هذا ما يمنع حياتك حبيت منيح بالشام. ما هو المشكل هذا هو أنه مستحيل تمنع شخصين يحبوا بعضهم بعض على أساس ديني. ممكن تمنعهم أنه يلتقوا، ممكن تدمر حياتهم. أصلا ما في اثنين يحبوا بعض، في شيء يقدر يمنع بعدين بالحواس الداخلية، بالحضور الداخلي، ما فيك تمنعهم. إذا كيف نكتب، أو السؤال كيف نكتب ليس فقط هذه القصة، كيف نكتب هذه المشاعر لتنتاب الإنسان، وهذه العبثية كمان، لأنه هذه العبثية راح تأثر على المسائر صحيح. يعني أستاذ وسيني، خلينا ننتقل شوية للمرحلة الفرنسية من حياتك. أنت يعني تدرس في السوربون، يعني في المعقل اللي هيك المسيطر. نعم. من ناحية حضرتك يعني حكيت عن تجربتك العربية. نعم. أكيد عندك بالتجربة الفرنكوفونية أو الفرنسية. تمام. باع طويل. نعم. خبرنا شوي عن هالمرحلة. شوف، أولا أنا رحت لباريس، وما كان أنا باريس كنت أروح لها من ناحية علمية، من ناحية ثقافية، من ناحية نعم. ملتقيات. نعم. نعم. حتى من ناحية سياسية يعني، وكنت أخذ أبنائي وأروح يعني، أو ابنية يعني اثنين. بس لما تعقد الوضع في الجزائر في 93 وتحت التهديدات استقرد. يعني المتطرفين إلى آخره، كان لابد إما أنك تبقى وتتسبب ليس في مقتل نفسك ولكن في مقتل أولادك، لأنه هددوني باختطاف ابنية إلى آخره أنا وزوجتي. فاضطرينا أننا نرتحل. بس أنا ارتحلت لأن كان فيه دعوة من المدرسة العليا للأساتذة. أحيانا شغلات تتشبك مع بعض، فيه قدر يصنعها، فيه قدر يصنعها يعني. نعم. ربما حتى أقوى منا يعني. فجاءت الدعوة في الوقت المناسب، فأخذت ابني. كانت دعوة على أساس 3 شهور تعاد مرة واحدة، معناها تجدد مرة واحدة، يصير 6 شهور. قلت أوكي خليني نروح 6 شهور، أبتعد، أعطي الولاد فرصة يتعلموا اللغة الفرنسية بعين المكان. وكان مدير المدرسة هذاك صديق، فرحت فسويت سيمينار حول التأثيرات الفرنسية في الثقافة العربية، لأن بدك حتى الموضوع اللي تختاره، وهي موجودة كثير يعني. أوه كثير، حتى نشوء الرواية العربية جاءت بتأثير فرنسي. دخلنا هيكل. نعم. مثلا رواية زينب. كيف أقام في فرنسا وكيف تأثر بهذه الثقافة. فأخذت هذا المسار، لأنه هذا المسار عندك بيبليك، عندك جمهور فرنسي، وهذا الجمهور الفرنسي هم الأمر. أنا ممكن أحكي له على كل الكتاب العرب، بس ما ينفع، بدك تبلش له من اللحظة هاي. نعم. حتى توصل هاي التأثيرات، كيف أعطت نجيب محفوظ، كيف أعطت فلان، كيف أعطت فلان. اندمجت في المجتمع الفرنسي وفي الأفكار. تمام تمام. فإذا أنا كانت هذه البداية. وبصراحة بعدها انتقلت للسوربون، باريس الثامنة وبعدين السوربون. إلى اليوم لم أسمع أي شيء سواء عنصري أو شيء مضاد لوجودي أنا كعربي أو للعرب آخرين كمان. نعم. موجودين عرب إيرانيين إلى آخره في القسم، في كل العالم. ما فيش. أنت كأستاذ برتبتك تأخذ نفس الراتب اللي يأخذه الأستاذ الفرنسي، عندك نفس الحقوق وعندك نفس الواجبات، وحتى الجنسية مش مطلوبة منك أنك تتجنس، لأنه في القانون الفرنسي بالنسبة للتعليم العالي في قانون يقول أن الجنسية غير مطلوبة، لأنه في ذكاء، لأنه هو يهم المعرفة التي تحملها وليس الهوية. ما يهموش الهوية، يكون من تكون يعني. نعم. طبعا في قانون فرنسي بدك تحترمه إلى آخره. نعم. أستاذ وسيني، يعني هيك ما ضل عندي وقت، بس حابة أسألك، أنت بعدك جاي من دبي وأخذ جائزة فريش مثل ما بيقولوا. وطبعا وأنا أتبع مسيرتك كمان، بعرف أنه حضرتك أخذت جائزة الشيخ زايد، وأخذت جائزة في الجزائر هي بلدك، مع أنه قليل كثير بكرموا الواحد ببلده، دائما بكرموا الآخر. هاي مزبوط. بيقولوا بالعامية كيف ناقشت معك، أنا ما عرفت. هم قصة طويلة هاي. فخبرني قديش الجوائز هيك، ولو ما من الناحية المعنوية أو الدفع يعني، واحد يمكن حبيبته أو زوجته أو المرأة بحياته إذا بتقول له روايتك كتير حلوة، بتعمل له أفق كتير طبعًا كبير. طبعًا طبعًا. لا خلينا بقى على الشيء الرسمي يعني. لا احنا شوف، لازم أقول لك أنه الجائزة كما يقولوا الفرنسيين سي ان اكسيدون دو باركور، هي حادث عرضي.
انك انت رايح بشكل مستقيم بعدين تتقاطع مع انت ما لم تطلبها، هذه الجائزه جاءت ولتكرم نصا ولتكرم كاتبا. انا اعتقد انها مهمه لانها تفتح امل في الحقيقه امام النص قبل الكاتب. هذا النص الذي مثلا اعطيت على مرغوب يعني اعطيت لاصابع لوليتا، اصابع لوليتا بدات تنام وبدات تحل محلها مملكه الفراشه، فجاه تاتي الجائزه وتوقظها من جديد فتصير حركيه. صباح كنت مع اختي علمية تقول لي انه واحده من اكثر الروايات مبيعا في المعرض. نعم كنت مبسوط. نعم. قد تكون الجائزه اكيد جائزه لها دور ولها بس هاي انه الاكثر مبيعا بيسعدك اكثر، بس مهم انك تشعر بانك انت وسعت مساحه قرائك. لما توسع مساحه القراء وسعت مساحه من يناقشك كذلك. حلو كثير. ان شاء الله كمان مملكه الفراشه هيك انه بتاخذ حظوظ اصابع لوليتا واعمالك كلها يعني مثل ما تعودنا. الكاتب العربي القدير الاستاذ واسيني الاعرج اعمالك كلها يعني تشهد لك تاريخ كبير. نحن سررنا كثير بالمرصد الثقافي بوجودك معنا، وان شاء الله كمان تتكرر اللقاءات في مقبل الايام. اهلا وسهلا. الله يسلمك وشكرا على الدعوه الكريمه. الله يسلمك. اهلا. اعزائي المشاهدين يتجدد لقائي معكم في الاسبوع القادم، كونوا على الموعد. الجائزه اكيد جائزه لها دور ولها بس هاي انه الاكثر مبيعا بيسعدك اكثر، بس مهم انك تشعر بانك انت وسعت مساحه قرائك. لما توسع مساحه القراء وسعت مساحه من يناقشك كذلك. حلو كثير. ان شاء الله كمان مملكه الفراشه هيك انه بتاخذ حظوظ اصابع لوليتا واعمالك كلها يعني مثل ما تعودنا. الكاتب العربي القدير الاستاذ واسيني الاعرج اعمالك كلها يعني تشهد لك تاريخ كبير. نحن سررنا كثير بالمرصد الثقافي بوجودك معنا، وان شاء الله كمان تتكرر اللقاءات في مقبل الايام. اهلا وسهلا. الله يسلمك وشكرا على الدعوه الكريمه. الله يسلمك. اهلا. اعزائي المشاهدين يتجدد لقائي معكم في الاسبوع القادم، كونوا على الموعد.